مشاهدينا من القدس المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا سيد كاظم أبو خلف. سيد كاظم أهلا بك معنا صباح الخير. قبل أن أسأل عن موضوع المساعدات، هل لديكم أي معلومات متوفرة، صورة، مشهد عن ما يجري الحديث عنه أيضا عن جوع، انعدام الأمن الغذائي تحديدا في الشمال وعدم وصول أي مساعدات إلى هناك؟ صباح الخير. الحقيقة المشهد مأساوي بامتياز وهو يزداد سوءا يوما بعد يوم، هذا بالإجماع. يعني لم يعد حتى هناك أي صوت يشذ عن هذا الإجماع. هناك قد قلنا قبل أسابيع أن هناك بدأنا نرصد جيوب للمجاعة، والآن الأمر يتفاقم أكثر فأكثر. وطبعا كما هو معلوم هو يصيب أول ما يصيب الأطفال مؤشرات عن زملائنا في وكالات أممية مرموقة أخرى كبرنامج الغذاء العالمي وأيضا اليونيسف تفيد مثلا بأنه واحد من كل ستة من الأطفال دون سنتين هم لديهم هذا الانعدام الحاد في الموضوع الغذاء. وطبعا نسبة مئوية من هؤلاء 3% على الأقل بدأوا بالفعل يظهروا علامات الهزال، ولمن لا يعلم علامات الهزال على الأطفال في هذا السن تعد من أخطر المؤشرات التي تنبئ بأنها حياة هذا الطفل هي يعني في الخطر. الشمال معزول، آخر مرة لتوزيع المساعدات على ما أذكر كانت 23 من الشهر الماضي، كان لدينا ما بين شهر يناير وما بين 15 من فبراير كان هناك لدينا 77 محاولة لدفع المساعدات إلى شمال قطاع غزة، ولكن نجحنا في 12 منها فقط. طبعا هذه يعني الشح الشديد في المساعدات والشح الشديد في ما يدخل من شاحنات. عذرا سيد كاظم على المقاطعة، هل الشح الشديد بموضوع المساعدات هي عدم وجود هذه المساعدات أو عدم إدخالها إلى القطاع؟ لا، هي المساعدات موجودة ومتكدسة على الجانب والأصل فيها أن تدخل، ولكن عندما أقول الشح الشديد أعني الشح الشديد الناتج عن عدم دخولها بالشكل المطلوب وبالسرعة المطلوبة وبالكمية المطلوبة دون شروط، دون معوقات ودون تعطيل ودون محاولات مملة ومعقدة مع الجانب الإسرائيلي. طبعا إذا دخلت إنه نرسلها إلى الشمال، هذا ما أعنيه بالشح الشديد. إذا قارنا ما يدخل من مساعدات في الأيام هذه بالمعدل 89 90 87 شاحنة في اليوم الواحد مقارنة ب 500 قبل 7 أكتوبر، إذا يعني هناك حتى بدأنا نسمع الأصوات تتعالى بأنه كنا قد أنذرنا حقيقة قبل ذلك بأسابيع أنا وزملائي مما لديهم التخويف بالحديث بالإعلام، وقلنا أنه يجب أن لا تستخدم المساعدات كورقة أو كأداة من أدوات الحرب، ولكن طبعا لا حياة لمن تنهي هذه الحرب. أستاذ، هي في الحقيقة كاشفة أحوال، يعني هذه نقولها وفي الفم الكثير من المرارة. ننظر حولنا إلى دول العالم أجمع، ننظر إلى استخدام حق النقد الفيتو، ننظر إلى الجغرافيا التي تصنع التاريخ، ننظر إلى أي اتجاه نرى خذلان كبير حقيقة لما يحصل في قطاع غزة. هناك آذان صماء تجاه كل نداءات المؤسسات العاملة في المجال الإنساني، بل هناك حتى هجوم عليها، والنتيجة هو ما نرى وما نسمع كل يوم في قطاع غزة. والحقيقة الإعلام الآن يتحدث بشكل شبه حصري تقريبا على موضوع المجاعة التي بدأت تضرب في قطاع غزة، ولهم طبعا في ذلك كل الحق. موضوع العراقيل والصعوبات في معبر كرم أبو سالم، ما هي تحديدا، ما الذي يجري في المعبر هناك والذي يمنع من إدخال هذه المساعدات بالشكل المطلوب، وأيضا حاجة القطاع من هذه المساعدات ما هي؟ يعني طبعا بالنسبة لحاجة القطاع، هم يحتاج القطاع كل شيء، هذا أسهل جواب على هذا السؤال. لماذا؟ لأن الناس في قطاع غزة عندما بدأت الحرب تركت وراءها كل شيء، هم حقيقة يحتاجوا إلى كل شيء، ولكن لو أردنا أن نضع الأولويات فهم أولا يحتاجوا إلى الغذاء ومياه الشرب والأدوية، وطبعا أكيد حتى هذا يتوفر يجب أن تتوظف الحرب. بالنسبة للمساعدات والعراقيل، طبعا الكل يعلم أنه هناك على الجانب الإسرائيلي، وبالمناسبة معبر كرم أبو سالم يسيطر عليه الجانب الإسرائيلي حصرا، ولكن هناك المستوطنون والإسرائيليون الذين يتظاهرون باستمرار لمنع دخول المساعدات، وهناك أيضا من الجانب المصري تدخل المساعدات، ولكن أيضا تدخل ليس بالكمية المطلوبة، لأن المعبر هو معبر مصمم للمسافرين، ولكن أيضا هناك آلية تفتيش المساعدات، وبالتالي هذا يجري ببطء والموافقة على المساعدات تجري في بطء. فكل هذه عوامل يعني تجعل من الصعوبة بمكان الحصول على
العدد المطلوب من المساعدات، الكم يعني النوع المطلوب من المساعدات، وكذلك الحصول عليها المطلوب. ثم بعد أن تدخل هناك أيضا بدأنا نرصد أنه حتى الشرطة الموجودة في قطاع غزة بدأت تتردد في مرافقة شاحنات المساعدات لحمايتها من الناس التي تتخاطفها، لأنهم الناس هم في غاية في الجوع. لماذا تتردد الشرطة؟ لأن حتى الشرطة أصبحت تستهدف في العمل العسكري. فهناك يكاد يكون يعني سياسة ممنهجة الحقيقة للتضييق أكثر وأكثر على الغزيين، وهذه مسألة غاية في الخطورة، خصوصا إذا ما تذكرنا كما يعلم الجميع أنه حتى من ضمن ما قالته وأفادت به محكمة العدل قالت يجب أن تزيد المساعدات قطاع غزة، يعني تزيد، ولكن ما نرى على الأرض حقيقة هو عكس ذلك. هناك زيادة في الأرقام ولكن هناك التفاف على هذه الزيادة، يعني تعطيل في وصولها إلى المناطق المطلوبة، تعقيدات في مسألة مشهد التفتيش بداعي التفتيش الأمني، هناك طبعا متظاهرين إسرائيليين يمنعوا المساعدات من كرم أبو سالم. المطلوب الآن الحقيقة أن تتحرك الدول يعني باتجاه معاكس لحق النقض الفيتو الذي أصبح يستخدم صباح مساء عندما يتعلق الأمر بقطاع غزة. يعني مصر لها وزن ولها دور كبير، وهناك دائما مساحة لجمهورية مصر العربية. طيب هنا تحديدا سيد كاظم، هل هناك أي اتصالات أيضا تجري مع الجانب المصري بهذا الخصوص؟ يعني نتواصل مع الجميع حقيقة، إن كنا لسنا نحن في التواصل بشكل مباشر، ولكن أنا أقصد المنظومة الأممية. يعني هناك دعوات للجميع بأنه يجب أن يكون هناك عمل شيء فعلي على الأرض ملموس. يعني مسألة مثلا أضرب لك مثالا آخر حضرني، لأن لدينا أكثر من 1000 شاحنة موجودة محملة بما يكفي من أغذية تكفي الناس أو تكفي 1,100,000 إنسان لمدة شهر. هذه الشاحنات موجودة في ميناء أشدود، هذا ميناء إسرائيل، حتى الآن لا نعلم. وأيضا هناك شحنة طحين وزير المالية يوقفها وغيرها من هذه الشحنات، كيف يمكن؟ هناك طبعا نعم تفضل. يعني كنت أريد أن أسأل، ما المطلوب حتى على الأقل لتفرج إسرائيل عن هذه الشحنات، إن كانت في أسدود أو حتى في غيرها من الأماكن، أو حتى بدخول بشكل على الأقل بما تم الاتفاق عليه وموضوع توسعة دخول هذه المساعدات؟ المطلوب يعني كل الجانب النظري خلص، يعني خلصنا وحكينا فيه كما يقولون تحدث العامية الآن، ولكن المطلوب أن ننتقل إلى دائرة الفعل. الفعل هذا دائرة الفعل يعني حتى يتحقق، هناك دول محددة بذاتها وازنة وفاعلة وصاحبة تأثير وصاحبة قرار، ولكن هذه الدول حتى الآن يعني لم تتحرك بالشكل المطلوب، على الأقل من وجهة نظرنا نحن كعاملين في المجال الإنساني. الكل يود أن يساعد نظريا، هناك الكثير من يرسل المساعدات، ولكن المساعدات من الناحية العملية لا تدخل كما هو مطلوب، وبدون لنقل فرض لوقف إطلاق النار لن نتمكن حقيقة من دخول المساعدات. هذه مسألة الوساطة ومسألة المحاولات، كلها مشكورة وكلها جهود مباركة، ولكن هناك يجب أن يكون ضغط حقيقي على الجانب الإسرائيلي أيضا في مسألة الدخول المزيد والمزيد من المساعدات. هذا غاية في الأهمية، وإلا فالوضع يعني هذا نتحدث يعني حتى عن موضوع المساعدات الغذائية، لكن هناك جانب آخر أيضا قاتم هو موضوع المساعدات الطبية، وهناك عدد كبير من المرضى. قبل أن تجاوب عن هذه النقطة أيضا تحديدا سيد كاظم، أريد منك تعليق وصف حالة تابعنا بعض الفيديوهات لعدد كبير من الأشخاص يلتقطون مادة الطحين الموجودة على الأرض مختلطة مع الرمال. كان هناك طفل صغير يحاول التقاط البعض منها، مشاهد قاسية جدا. كيف تنظرون إلى هذه المشاهد؟ يعني كل إنسان صاحب ضمير حقيقة عندما ينظر إلى هذه يعني ينظر بقلب دامي وبعين دامعة بكل صراحة، يعني سواء يعني يجب أن لا تكون فلسطيني ولا حتى عامل في المجال الإغاثي، يعني أنت إنسان صاحب ضمير ستصل إلى هذه النتيجة الحقيقة. نعم نتابع صباح مساء ونرى تلك المشاهد القاسية، تلك الصبية التي كانت يعني بكت عشان بدها تحصل على خبز، وهناك من العجائز وكبار السن يحصلون على الدواء، وهناك من كان يبحث عن الطحين يلتقط يحاول التقاط الطحين من بين الأتربة. يعني ما الذي يمنع من دخول المساعدات حقيقة؟ يعني هذه سؤال لهذا بالضبط. وهنا أسأل، ما الذي يقولوه لكم عندما تتحدثون يعني عن هذه المشاهد، عندما تقولون بموضوع المساعدات، ما هي الإجابة؟
أنا الإجابة هي أن المساعدات تدخل، ولكن طبعا لديها الإجراءات الأمنية، ولديها هي لا تدخل بشكل كافي. يعني حتى مللنا يعني أنت عندما تتحدث مع نفس الشخص حول نفس الأمر وتدور في دائرة مفرغة، حقيقة أصبح الحديث حتى في هذه المسألة يعني يكاد يكون مضيعة للوقت، لأن المطلوب معروف وواضح. لذلك دائما نتجه يعني في إحاطاتنا إلى الدول الأعضاء في الهيئة العامة للأمم المتحدة، وأيضا إلى مجلس الأمن ومحاور جاهدين، ولكن دائما نصطدم أيضا نحن كما يصطدم الفلسطينيون ودول كثيرة في العالم في موضوع الفيتو الأمريكي الذي يعني يعطل كل حتى محاولة حلحلة الأمور. يجب يصحو الضمير العالمي بصراحة شديد. يعني أنا كم كنت أتمنى لو لدينا حتى أكثر من مجرد النداءات والإحاطات وغيره. في نهاية المطاف نحن مؤسسة أممية إغاثية، ولكن يعني هذه الحرب كشفت الكثير من الأحوال، وكشفت الناس، وكشفت المواقف، وكشفت ازدواجية المعايير، وكشفت كل شيء، وستكشف المزيد. بالمناسبة ستكشف المزيد للجميع، يعني وهذا هذه فرصة إما أن تصنع التاريخ لصالحك وإما أن تصنع التاريخ غير صالحك، وهذا يعني فاهم من فاهم. قبل أن أسألك بموضوع الادعاءات الإسرائيلية وموضوع إيقاف تمويل بالنسبة إلى الأونروا، كيف تنظرون إلى وقف برنامج الأغذية العالمي، إيصال المساعدات كما قال إلى شمال غزة تحديدا؟ كيف ينظر إليه أيضا في هذا التوقيت؟ هل هناك تواصل أيضا معهم بالنسبة إلى هذا القرار؟ يعني هناك تواصل مع برنامج الغذاء العالمي وغيره من البرامج التابعة للأمم المتحدة. طبعا نحن نتفاهم، لديهم الاستقلالية في العمل ولديهم تقديراتهم. أنا على يقين هم لم يصلوا إلى ما وصلوا إليه إلا بعد أن بالفعل يعني أصبحوا متيقنين بأن هناك خطر على منظومة تحملهم على حياة العاملين لديهم. وطبعا الأرض هي الشاهد على ذلك، إن كنا نحن في الأمر وخسرنا حتى الآن 158. فبالتالي هناك يعني هذه مسألة معروفة ومبدأ معروف في العمل الإنساني، تضطر أحيانا المؤسسات العاملة في العمل الإنساني لوقف عملها حتى تتهيأ الظروف بشكل أفضل، لأنه كما كنا نقول منذ البداية هناك حقيقة مؤشرات على انهيار النظام المدني في قطاع غزة. يعني أنت بالفعل تدخل شاحنة، وما أن تدخلها حتى يهجم كل الناس على هذه الشاحنة لشدة الجوع ولشدة التضور من الجوع ويتخاطفوا تلك المساعدات، ماذا ينتج عن هذا؟ ينتج عن هذا أنك أنت لا تستطيع أن تقوم بتقديم المساعدات بالشكل المنهج المطلوب حتى يعني تتمكن أن تفيد أكبر عدد من الناس منها. فبالتالي صحيح، يمكن لو كانت متوافقة بشكل أو بآخر لما كانت هذه الحالة، وأيضا يمكن هذا الإيقاف يفاقم يمكن الوضع بشكل أكثر. سيد كاظم، هو سيعقد المشهد، صحيح. ولكن نتفهم قرارهم. نعم، سؤالي، هل هناك من أي جديد بالنسبة إلى موضوع هذه الادعاءات الإسرائيلية وعملية التحقيق وإيقاف التمويل من عدد كبير من الدول في حول العالم بالنسبة إلى تمويل الأونروا وهذا الدعم؟ يعني حتى الآن محاولاتنا يعني مستمرة وستستمر في محاولة دفع تلك الدول وثنيها عن ذلك القرار. حقيقة وجهت لنا من خلال هذا الضرائب قرب أقرب إلى الضربة القاضية، يعني مئات الملايين من نتحدث عن الآن، وخصوصا في التوقيت هذا التوقيت الذي نحن فيه، حيث تعد الأمر شريان حياة لملايين من الفلسطينيين، وطبعا على وجه التحديد في قطاع غزة. بالنسبة للتحقيق هي يعني لا زال يجري، هي ادعاءات مرات عديدة جدا طالبنا فيها الجانب الإسرائيلي بأن يقدم لنا، وقلنا إنه تعاونكم في تقديم الدلائل عنصر يصل التحقيق إلى يعني المطاف في هذه الادعاءات، ولكن حتى الآن لم يقدم لنا الجانب الإسرائيلي أي ادعاءات حقيقة. شكرا جزيلا. نعم، شكرا جزيلا لك من القدس، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا كاظم أبو خلف، شكرا جزيلا لك.